يا عمرو يا ابن العاص كل معاوية، لا مصر مصر ولا دمشق كما هي، لا تونس الخضراء تونسنا ولا ليبيا ولا اليمن السعيد يمانية. لم يبق نهر في العراق يسرني جريانه والبنت تجري حافية، كل البلاد تفرقت وتشرذمت وعلت على تلك الحدود كراهية. الدين أصبح سلعة لا تشترى وهي التي بالأمس كانت غالية. القدس يشكو من ضياع مهابه والناس في حفل المصالح لاهية. أعداء دين الله تحكم أرضنا وكلابهم بين الشوارع عاوية. كل الحروف من الخريطة غادرت، لم يبق إلا حرف لا الناهية. أين الصحابة؟ أين آل محمد؟ أين الذين لهم رؤوس عالية بذلوا لدين الله؟